مساء الخير وأهلا بحضراتكم. في تهديد جديد للبشرية، أعلنت الصين تسجيل أول حالة إصابة بشرية في العالم بسلالة أنفلونزا الطيور H10N3، وده تحديدا في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. وذكرت الصين أن هذه الحالة لرجل يبلغ من العمر 41 سنة وبيعاني من ارتفاع في درجة حرارته وأعراض أخرى، وده كان يوم 23 أبريل الماضي، وقالت أنه تم إدخاله مركز طبي محلي للعلاج يوم 28 أبريل. طيب، انتقال الفيروس ده للإنسان معناه إيه، وإيه مستقبله ومدى خطورته؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى هنحاول نجاوب عليها، نعرف إحنا رايحين فين وهيكون الوضع إزاي في مصر، وخصوصا ناس كتير خايفة وردود أفعالها كمان في حالة قلق على السوشيال ميديا بمجرد بس إن إحنا عرفنا إن أول حالة ظهرت في الصين. طبعا الصين المصدر الأول للفيروسات، عايزين نعرف كمان ايه الحكايه. ينضم الينا الدكتور اشرف عقبه، استاذ المناعه بجامعه عين شمس، للاجابه على تساؤلاتنا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ الجين والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه نوضح للناس ببساطه يعني ايه انفلونزا الطيور. انفلونزا الطيور هي نوع من الانفلونزا تنتشر بين الطيور. عموما الطيور ممكن تعدي بعضها، لكن عادة هذه الانفلونزا لا تنتقل إلى الإنسان إلا في ظروف خاصة، وخاصة مع الناس اللي بتشتغل في مجال تربية الطيور. من المعروف إنه في بعض الحالات اللي ممكن تكون أو تصاب نتيجة انفلونزا الطيور نتيجة التعامل مع الطيور، لكن عادة هذه النوعية من الفيروسات لا تنتقل للبشر بسهولة. والنوع اللي تم فعلا اكتشافه في الصين كان شخص عمره 41 سنة، وهذا الشخص كان بيعمل في مجال تربية الطيور، لكن برضو الخبر المهم انه خرج من المستشفى سليم معافى، وعلقت منظمة الصحة العالمية على انه هذا الشخص هو الحالة الوحيدة اللي تم فعلا إدراجها ضمن الحالات اللي أصيبت بالإنفلونزا الطيور من النوع H10N3. نعم. طيب، عايزين نسأل ونعرف أكثر الفرق بين الفيروس الجديد أو السلالة الجديدة وبين الفيروس اللي ظهر بنفس المسمى منذ سنوات وكلنا سمعنا عنه طبعًا. لا، إحنا عندنا الحقيقة مجموعة كبيرة جدًا من الفيروسات اللي بتتسبب في إنفلونزا الطيور. وهذه المجموعة نادرا ما بيحصل انها تنتقل الى البشر. تم فعلا انتقال بعض هذه الفيروسات للبشر واصابة حالات، لكن في سنة 2016 و2017 يمكن تم تسجيل حوالي 300 حالة من الاصابات بفيروس انفلونزا الطيور، وده كان في الصين، ولكن لم يحدث ان هو وصل الى حالة الوباء او جائحة. طيب، يعني السؤال الأهم كمان، إيه اللي يخلي فيروس زي ده يتكون؟ إيه أسبابه؟ ده بيحصل نتيجة التعامل مع الطيور، وخاصة الناس اللي بتبقى بتعمل في هذا المجال، في مجال تربية الطيور. ممكن يحصل بالخطأ انتقال هذه الفيروسات إلى البشر، لكن علشان يحصل إنه هذه الفيروسات تنتقل من البشر للبشر، لا، دي محتاجه ظروف خاصه علشان يحصل هذا الانتقال. محتاجه افهم شويه الجزئيه دي دكتور. انا مقصود من سؤالي يعني امتى الطائر نفسه يصاب ويكون ناقل للفيروس، يعني ازاي بيتكون الفيروس في جسم الطيور؟ الفيروسات موجوده بين الطيور وعاده بتحصل انتقالها، وفي الكثير من الأحيان لا تحدث عدوى أو أعراض حتى في الطيور، لكن في بعض الأحيان بيحصل إصابات في الطيور، وده بيكون ينتج عنه موت كثير من هذه الطيور، نوع من تراكم الحالات داخل في وسط الطيور. لكن انتقالها للبشر الحقيقة هو محتاج ظروف خاصة علشان تقدر فعلا هذه الفيروسات إنها تلاقي المستقبلات اللي تستطيع بيها إنها تخش إلى أجسام البشر. إذا حصل ده وإن هذه الفيروسات حصل فيها هذه التحورات واستطاعت انها تدخل اجساد البشر، في الحاله دي ممكن انها تصيب البشر.
لكن كمان يبقى تاني انه هذه الفيروسات لما بتتكاثر في اجسام المرضى اللي تم اصابهم لازم كمان انها تظل تحتفظ بهذه المستقبلات اللي تقدر انها تنقلها من بشر لبشر. وده الحقيقه مش يحدث بشكل كبير، لازم برضو يعني نكون عارفين انه علشان يحصل وباء او جائحه نتيجه عن هذه الفيروسات لازم يحصل تحورات داخل هذه الفيروسات بشكل كبير فتقوم تساعد على انها تنتقل من البشر الى البشر. نعم. طيب ايه احتماليه ان ينتقل هذا الفيروس لمصر؟ لا هو حتى لم ينتقل في الصين، لانه ما تم تسجيله هي حاله واحده بس، وعلقت منظمه الصحه العالميه على هذه الحاله على انها لم تصل الى حد الوباء او انه يكون مرض متوطن في المنطقه، وبالتالي ما فيش تخوف من انتشار. الناس قلقانه بس، يعني فكره ان في فيروس جديد ظهر وتاني سيناريو ان هو جاي من الصين، فناس بتحط سيناريوهات كتيره جدا ممكن لا قدر الله ينتقل. عشان كده بسال حضرتك احنا فين يعني على الخريطه من هذا الفيروس؟ هذه الحالات الحقيقه حالات نادره تحدث بشكل متكرر، لكن ما تم فعلا الاعلان عنه هو تسجيل حاله اصابه واحده تصيب بهذا الشخص. طيب دكتور، هل هناك أعراض أو علامات معينة ممكن نقول إن هذا الطائر مصاب ويبقى في مشكلة ويبقى مصاب بفيروس إنفلونزا الطيور أو السلالة الجديدة للإنفلونزا الطيور؟ عادة الطيور اللي بتصاب بهذه النوعيات من الفيروسات طبعا بيكون فيها درجات من الإصابة المختلفة، ولكن إذا يعني حصل زيادة في أعداد الطيور المصابة وكان حده المرض بين الطيور عالي فده ممكن يؤدي الى يعني اعداد كبيره من هذه الطيور بيحصل لها نوع من الوفاه نتيجه الاصابه. طيب خليني انا لحضرتك ردود افعال الناس خصوصا على السوشيال ميديا والناس اللي توصل لها الاخبار بشكل سريع جدا والبعض بيهول فيها، وناس يعني احيانا بتكون يعني عندها صواب في يعني رايها وطبعا تفسيرها للامور. ناس بتقول لغايه امتى الصين هتفضل تصدر للعالم كله فيروسات؟ ليه الصين بالذات؟ وايه كمان ممكن يحصل تاني من الصين؟ يعني طبعا دي ثقافات مختلفة، حضرتك بتعرفي انه الصينيين ليهم عادات مختلفة وطبيعة الجو والاكل اللي هم بيتناولوه مختلفة عن كثير من الدول الاخرى. هم كمان في الصين الحقيقة بيتعاملوا مع كل الطيور والحيوانات على انها ممكن تكون مصدر غذاء بالنسبة لهم، وبالتالي كمان تربية هذه الحيوانات والطيور في أماكن قريبة من تجمعات البشر بيدي فرصة إلى انتقال بعض الأمراض من الحيوانات والطيور إلى البشر، وبالتالي ممكن طبعا يحصل ظهور ميكروبات أو فيروسات جديدة تكون سبب في ظهور بعض الحالات. لكن علشان يحصل انتقال من هذه الحالات بين البشر وبعضهم، لا ده محتاج الحقيقة ظروف خاصة وتحورات، بحيث انه عادة الفيروسات التي تصيب الحيوانات مش من السهل انها تنتقل الى البشر، وحتى لو انتقلت مش من السهل انها تنتقل من البشر للبشر الا بعد حدوث هذه التحورات. طمنتنا. يا رب ان شاء الله يعني تعدي على خير وما يبقاش في اي مشاكل تانية جاينا من الصين الحقيقة، يعني احنا كلنا تعبنا ونتمنى يا رب تعدي على خير. اخيرا سؤال خاص بستات البيوت، ازاي نحمي نفسنا لا قدر الله من اي خطوره محتمله من وراء الطيور اللي بنربيها في البيوت؟ هو طبعا يفضل عدم تربيه الطيور داخل المنازل، وانه لازم يكون في اماكن خاصه لتربيه الطيور خارج المنزل، وانه التعامل مع الطيور والحيوانات لازم يكون بنوع من الحرص علشان ما يحصلش اي انتقال لاي من الميكروبات او الفيروسات اللي بتصيب هذه الحيوانات الى البشر والى داخل المنازل. كمان علينا التاكد من انه الحيوانات الناسقه او الحيوانات المصابه بالامراض ما تكونش هي مصدر اللحوم اللي احنا بنستخدمها، لانه بعض الاحيان اذا نفقت هذه الحيوانات او الطيور
ممكن تظل مصدر للعدوى، فبالتالي لازم نكون حريصين على اختيار انواع اللحوم اللي احنا بنستخدمها، وان تكون هذه اللحوم طازجه من حيوانات كانت سليمه وصحيحه قبل الذبح. دكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. خليني أقول لحضراتكم إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قالت إن التحليل الجيني للفيروس الذي تم الحصول عليه من المريض أظهر إيجابية إصابته بفيروس H10N3، ما يجعله أول حالة إصابة بشرية بهذه السلالة من الفيروس، وأوضحت أن التحليل أظهر أيضا أن الفيروس انتقل للرجل عبر الدواجن، وأن خطر انتشاره على نطاق واسع منخفض للغاية. وقالت كمان اللجنة لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 في العالم، وإن هذه الحالة هي انتقال عرضي بين الدواجن والبشر، وخطر انتشار الفيروس بصورة واسعة النطاق منخفض أيضا للغاية. من جانبه قال كمان يانغ تشان تشيو نائب رئيس قسم علم الأمراض في جامعة ووهان الصينية في تصريح اليوم إن فيروس H10N3 هو نوع فرعي من فيروس الأنفلونزا A المعروف أيضا باسم فيروس أنفلونزا الطيور، وأن هذه السلالة عادة ما تكون قاتلة للطيور البرية والدواجن، ويمكن أن تنتشر من خلال رذاذ الجهاز التنفسي بين الحيوانات. وأضاف تشيو أنه من غير المعروف كيف أصيب هذا الرجل بالفيروس، ولكن من المحتمل أن يكون قد أصيب بالعدوى من رذاذ الجهاز التنفسي للدواجن أو اتصال مباشر بالدواجن الحية المريضة. وقال أيضا تشيو إلى أن هذه السلالة تمثل خطرا منخفضا على البشر، ولا يوجد دليل يشير إلى أنها يمكن أن تنتقل من إنسان لآخر، وقال يتعين علينا ألا نبالغ في رد فعلنا حيال ذلك، ويتعين أيضا القيام بمزيد من المراقبة لمعرفة كيفية انتشاره. وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين توجيهات لمقاطعة جيانغسو التي ظهرت فيها هذه الحالة بتنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، فيما تم وضع جميع المخالطين للمريض تحت المراقبة الطبية. ونوهت اللجنة إلى أن حالة المريض مستقرة حاليا ومستعد للخروج من المستشفى. كان هذا كل ما لدينا عن تفاصيل ظهور فيروس طبعا انفلونزا الطيور في الصين. بالتأكيد هنكون مع حضراتكم لحظة بلحظة لمتابعة كل المستجدات الخاصة بهذا الفيروس. بشكركم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء.